بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع تحذير استراتيجي، الخلاف الداخلي بسبب تعزيز الإصلاح يهدد الأمن القومي لإسرائيل. نقرأ من موقع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي. ومن The Post نقرأ عن صورة العاصمة الفرنسية الغاضبة من قانون إصلاح نظام التقاعد، باريس تنتفض على الملك ماكرون. وفي العام 20 بعد غزو العراق نقرأ في The Economist كيف أدت حرب العراق إلى إضعاف الجيش الأمريكي واستنزافه. في الحدث هذا اليوم، القمة الروسية الصينية تترجم طموح الشراكة الاستراتيجية إلى اتفاقيات عملية، زخم الرسائل وسط تحولات الجيوسياسية. وفي جديد اليوم، مقتل 10 جنود من قوات المجلس الرئاسي اليمني في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية جنوب مأرب. ونقرأ في الميادين نت مقالا لزياد غصن بعنوان خسائر زلزال سوريا أوجاع المتضررين في بازار سياسي. وضيف اليوم دكتور أديب السيد. أهلا ومرحبا بكم. تحذير استراتيجي، الخلاف الداخلي بسبب تعزيز الإصلاح يهدد الأمن القومي لإسرائيل. هذا تقرير من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي. تواجه إسرائيل بحسب هذا التقرير مزيجا من التهديدات الخطيرة لأمنها القومي والتدهور الاقتصادي في ظل أزمة اقتصادية عالمية واتساع الصدوع في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه يعيش المجتمع الإسرائيلي صراعا داخليا لم يسبق له مثيل بسبب الإصلاح القانوني الذي يزيد من حدة هذه التهديدات ويضعف القدرة على التعامل معها. ويضيف التقرير، يتصاعد الاحتجاج العام الواسع النطاق الذي يطال جميع أنظمة الحياة في إسرائيل بما في ذلك الجيش. ليس من قبيل الصدفة أن يشار إلى العملية التشريعية للإصلاح القانوني أنها انقلاب حكومي. يشكل الإصلاح القضائي تهديدا كبيرا، يقول الكاتب، لمرونة إسرائيل الاجتماعية وأمنها القومي. ولذلك ونظرا لتصاعد الاضطرابات الاجتماعية، فإن على رئيس الوزراء ورئيس الدولة التركيز الآن على صياغة توافق واسع في الآراء وإيجاد إطار لوقف الأزمة التي يمكن أن تتدهور بسرعة إلى كارثة اجتماعية. أجدد الترحيب بك ضيفنا من موسكو دكتور أديب السيد، وأنت خبير في الشؤون الروسية. أهلا ومرحبا بك عبر شاشة الميادين. انطلاقا مرحبا بكم، تحية لكم ولمشاهديكم. أهلا بك. انطلاقا مما جاء في هذا المقال للدراسة، معهد الدراسات هذا وفي سياق المقال دكتور يضع ملاحظة يقول فيها: في ظل الأزمة التي تلوح في الأفق، يرى المعهد ولأول مرة على الإطلاق أن من واجبه إصدار تنبيه استراتيجي، هكذا يوصف هذه الدراسة. برأيك هل ترى أداء حكومة نتنياهو على قدر السابقة التي يشهدها الكيان والتي يحذر منها هذا المركز؟ يعني أنا لدي قناعة كاملة بأن الأزمة التي تشهدها إسرائيل حاليا سيكون لها تداعيات خطيرة للغاية على الكيان، وذلك لأن هذه الأزمة هي داخلية بحتة، ولقد فرقت ما بين مكونات هذا الكيان الأساسية وهي الحكومة والبرلمان والجيش وقوات الأمن وبقية الشرائح السياسية والاجتماعية في الكيان في إسرائيل. فبالتالي لأن نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يصر أن يفصل يعني المكونات الإسرائيلية وخاصة فيما يتعلق بجهاز القضاء على يعني مقاسه، فإنه أدخل
الدولة الإسرائيلية في أزمة عميقة، ويبدو أنها بداية لمزيد من التشرذم. لن يكون من السهل احتواء هذه الأزمة، وربما يتفق مع الكثيرين في أننا نرى حاليا أن الانشقاق سيصل إلى الجيش، لا سيما وأن وزير الأمن يؤاف هدد بالاستقالة إذا ما أصر نتنياهو على المضي قدما في هذا الإصلاح القضائي الذي ترفضه المحكمة العليا، ومحاولة استصدار قرارات، يعني استصدار قرارات كل ما يريد منها نتنياهو هو استخدامها لتبرئة نفسه لاحقا من أي ملاحقات أو استجوابات قضية وجنائية، وهذا ربما يخلق دكتور مخاطر بأن يحاول نتنياهو أن يخرج من هذه الأزمة بتصديرها عبر اصطناع حروب ومواجهات إقليمية تبعد عنه خطر المواجهة مع القوى. بما أنك تتحدث عن المخاطر دكتور، الموقع نفسه تحدث عن ثلاثة مخاطر، الأول يتعلق بالأمن، الثاني بعلاقات الكيان بأمريكا والخارج، والثالث بالاقتصاد، وكأن الكيان يتوسط مثلث برمودا. أسألك، أي من أضلع هذا المثلث مرشح للانكسار أولا؟ الاقتصاد، الأمن، أم العلاقات مع الخارج؟ بالحقيقة هذه القضايا الثلاثة مترابطة فيما بينها، ولكنني أبرز أهمية الاقتصاد، لأن الكيان الصهيوني لا يتحمل كوارث عميقة قد تودي به حقيقة. ونحن كنا شهود عيان على هجرة لرؤوس الأموال والشركات الكبرى الإسرائيلية إلى أسواق أوروبية وأمريكية، من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى ضعضعة الاقتصاد والتجارة الإسرائيلية، وهذا لن ينعكس فقط على هجرة رؤوس الأموال، بل أيضا ستكون هناك هجرة معاكسة للمواطنين الذين قدموا إلى إسرائيل من مختلف بقاع العالم، بما في ذلك روسيا ومولدوفا وربما حتى أوكرانيا التي تشهد حرب، ولكن سيكون هناك نزوح واسع النطاق من إسرائيل إلى مناطق أخرى. ولكني لن أقلل أيضا من شأن استياء الولايات المتحدة الأمريكية من الأداء الإسرائيلي، لا سيما وأن واشنطن تلاحظ بأن إسرائيل تتعمد إثارة متاعب إقليمية في الوقت الذي تريد واشنطن أن تتفرغ لمواجهة روسيا في أوكرانيا والصين في نطاق المجابهة الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية العميقة التي تفصل بين الجانبين. وبالتأكيد الخطر الأمني على إسرائيل يظل قائما، ولهذا ستحاول ربما القيادة الإسرائيلية افتعال أزمات مع الدول العربية المجاورة، وربما يعني الوصول إلى مجابهات واسعة النطاق. الأردن تحت تهديد إسرائيلي حقيقي، هذا ما قال ليوسف رزقة في موقع فلسطين أونلاين. لم يجف بعد مداد البيان الختامي للقاء شرم الشيخ الأمني حتى أخرج الفكر الصهيوني لسانه للسخرية من أطراف اللقاء، وبالذات الأردن وفلسطين ومصر، إذ صرح وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش من باريس قائلاً: لا وجود لشيء اسمه الشعب الفلسطيني، ووجود هذا الشعب كذبة كبرى عمرها 100 عام، ويجب أن نواجه هذه الكذبة. التصريح الوقح ينفي شعب فلسطين والخريطة تنفي الأردن، يقول الكاتب، في حين اجتمعت الأردن الدولة والسلطة الفلسطينية مع أمريكا لتحمي أمن إسرائيل. الصورة التي أبرزها سموتريتش تجاوزت فكرة الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين لتصبح الأردن جزءا من إسرائيل المزعومة. ومن ينفي وجود الشعب الفلسطيني سينفي وجود الشعب الأردني. لذلك يمكن القول بأن الأردن تقع تحت تهديد إسرائيلي حقيقي. ويخلص الكاتب، نقول للأردن ومصر والسلطة إنه لا قيمة لهذا الاستنكار البارد، والرد المناسب والمؤثر هو التراجع عن اتفاق شرم الشيخ الأمني ووقف الشراكة في اللقاءات المقبلة. دائما أعود إليك دكتور، ادعاءات سموتريتش في باريس قابلها ردود فعل
ربما وصفها البعض بالحادة من قبل الأردن. الصفدي مثلا يطالب نتنياهو بموقف علني ضد تصريحات وزير ماليته. أسألك هنا، أي دور يراد للأردن في هذه المرحلة بالذات؟ يعني لنبدأ من حقيقة أن الأطماع الصهيونية في الأردن وفي فلسطين لم تكن سرا، وكانت هناك أصوات متطرفة من داخل إسرائيل وحتى في الأوساط الصهيونية خارجها التي كانت تصدر بيانات وهي تضمر الشر للأردن تماما كما تضمر الشر لفلسطين. فبالتالي تصريحات سموتريتش وغيره من المتطرفين الإسرائيليين لا ليست بالنوع الجديد، ولكن الجديد هو أن هؤلاء القوم أصبحوا الآن يقودون إسرائيل، فبالتالي لم تعد هذه الآراء تعبر عن أفكارهم شخصيا، بل هي تعكس آراء وتوجهات المؤسسة الأمنية في إسرائيل، وكذلك تعكس آراء الناخبين الذين صوتوا لهذه القوى المتطرفة لكي تكون جزءا من حكم إسرائيل. وللأسف فإن رئيس الوزراء نتنياهو أضعف من أن يؤثر على هذه القوى التي هو أصبح بحاجة ماسة لها لكي يثبت أركان سلطته، وهو بالتالي ليس قادرا ولا هو راغبا في التخلص من هؤلاء الأشخاص المتطرفين، ناهيك أن هذه الأفكار التي يعبرون عنها علنا هي ما يكنه نتنياهو شخصيا في داخله، ولا يستطيع الإفصاح عنه، لا سيما في العلاقة مع المملكة الأردنية الهاشمية. بالتأكيد الرد الأردني والاحتجاج الأردني كان في مكانه، وهناك وأن الشعوب العربية بالحقيقة تتطلع لمزيدا من الردود وربما لوقفة حاسمة في وجه هذا التطرف الإسرائيلي الذي فعلا يشكل تهديدا حقيقيا للأردن، كما أنه يشكل تهديدا لما تبقى من فلسطين. نواصل هذه الجولة على أبرز ما جاء في عناوين الصحف والمواقع، ونذهب إلى شأن آخر. باريس تنتفض على الملك ماكرون. مقال من موقع ذي بوست لبيتر آلين يقول فيه: هيمنة الإشارات المرعبة إلى قطع الرؤوس على الأزمة الأخيرة في الديمقراطية الفرنسية، باتت كتابات قطع رأس ماكرون شائعة، حيث يقارن المتظاهرون رئيس الجمهورية الخامسة بملك النظام القديم الذي لا يصلح إلا للمقصلة. تفاعل الناخبون مع المزيد من أعمال الشغب التي اندلعت للمرة الأولى في ساحة الكونكورد، أكبر ساحة باريسية والمكان الذي أعدم فيه لويس السادس عشر والملكة ماري أنتوانيت في ذروة الثورة الفرنسية. المتظاهرون يحاولون تكرار نجاح حركة السترات الصفر في الأشهر الأولى من رئاسة ماكرون. لقد تسببوا في أضرار تقدر بملايين اليوروهات، وحققت قدرا كبيرا من النجاح السياسي أيضا، حيث ألغى ماكرون في وقتها الضرائب الخضراء على الوقود. تفضل الجمهورية الخامسة حكومة رئاسية قوية بشكل ساحق. لقد أسست عام 1958 من قبل شارل دوغول، أو أسست، الذي أراد أن يهيمن ملك منتخب بدلا من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الممزقين بالانقسام والتعنت. تأتي الفوضى عندما ينظر إلى هذا الملك الجمهوري أنه منعزل للغاية ومنفصل عن رغبات الناس العاديين. دائما أعود إليك دكتور، يعني استكمالا لما جاء في The Post، لوموند الفرنسية تحدثت اليوم عن مقابلة مرتقبة لماكرون بعد الظهر تحت عنوان تغيير في الأسلوب. بصرف النظر عن ما قد يأتي في هذه المقابلة، برأيك هل ما زال ماكرون قادر على إقناع الشارع الفرنسي بهذا التعديل وأصلا بنهج حكومته؟
يتوجب علي البدء في الإجابة على هذا السؤال، الإشارة إلى قضية هامة، وهي أن الأزمة التي تعاني منها فرنسا حاليا هي أزمة النظام الرأسمالي العالمي، وخاصة بعد أن بلغ قمة تطوره، وهي النظام الإمبريالي. النظام الإمبريالي لم يعد قادرا على معالجة مشاكله الاقتصادية وأزماته الداخلية بدون اللجوء إلى التطرف واستخدام أدوات القمع في مواجهة الجماهير التي تحتج. وما نراه في فرنسا هو تعبير مباشر عما يجري في المنظومة الرأسمالية بشكل كامل، وما هي الحروب التي والأزمات التي تتفاقم هنا وهناك، بما في ذلك في أوكرانيا، إلا شكلا من أشكال أزمة النظام الإمبريالي. ماكرون مشكلته الأساسية تكمن في أنه استسلم تماما لرغبات الأوليغارخيا والرأسمال في فرنسا، وبات يعني ينفذ طلبات هذه الطبقة التي تسيطر على مقدرات الدولة الفرنسية وتتحكم بمختلف مسارات الاقتصاد هناك على حساب الطبقات العاملة والطبقات الوسطى. المشكلة ليست مشكلة عامين يراد منها يعني إطالة سن التقاعد، ولكن المشكلة هي ما سيكون وراء الموافقة على تمديد سن التقاعد، ولماذا يجب معالجة كافة المشاكل الاقتصادية ومشاكل الميزانية في فرنسا ومحاولة توفير الأموال على حساب الطبقة العاملة وعلى حساب المتقاعدين أو المرشحين للتقاعد، في الوقت الذي يعني الحكومة الفرنسية حتى لا تفرض بل خففت الضرائب المفروضة على الرأسمال بحجة تشجيع الاقتصاد في فرنسا. فبالتالي حركة الاحتجاج التي وصلت حتى إلى البرلمان وحتى إلى الحزب الحاكم، ونحن رأينا أن نواب الحزب الجمهوري صوت 19 منهم وهم حلفاء لماكرون ضد سياساته، وفقط يعني 9 أصوات فقط هي حالت دون سقوط الحكومة الفرنسية خلال المداولات التي أجراها البرلمان. فنحن نتحدث عن بداية أزمة عميقة ستنتقل قريبا من فرنسا إلى بقية الدول الرأسمالية التي يعني التي تفاقمت وستتفاقم أزماتها. بالعودة إلى شخص ماكرون، وإذا كان قادرا فعلا على إقناع الجمهور الفرنسي، واستنادا لهذه الإحاطة التي قدمتموها مشكورا دكتور، ذا إيكونومست وصفت ماكرون برغم كل الأزمات الداخلية والخارجية التي تعصف بفترة حكمه، وصفته كأحد أكثر القادة خبرة في أوروبا. كيف نفسر ذلك؟ هل هذا بسبب ضعف زملائه في القارة العجوز، أم أنه فعلا قوي؟ علينا أن نقر بأن هناك بالحقيقة يعني أوروبا تعاني أيضا من أزمة القادة والشخصيات القيادية التي يعني التي تتمتع بكاريزما قيادية ملحوظة. أوروبا تعاني من هذه المشكلة، ولكن بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن فرنسا يعني وضعف الأداء الألماني جعل من ماكرون، وهو شخصية ضعيفة حقيقة، جعله قائدا أوروبيا ليس بسبب قدراته الذاتية، بل بسبب التمائه تماما في أحضان السياسة الأمريكية وقبوله بالموافقة على كافة التقلبات المزاجية للإدارة الأمريكية، وخاصة في إدارة الصراع مع روسيا حول أوكرانيا، وتبنيه لمواقف يعني حادة اتجاه الصين وغيرها من يعني مناطق النزاع التي تحاول أمريكا أن تخوض فيها نزاعات وحروب. فبالتالي ليست المسألة هي في القدرات القيادية لماكرون، بل هي بأزمة القيادة التي تعاني منها أغلبية دول العالم بما في ذلك أوروبا.
كيف أدت حرب العراق إلى إضعاف الجيش الأمريكي واستنزافه؟ هذا تقرير في The Economist، نذهب إليه مباشرة. التقرير يبدأ بخلاصة لافتة مفادها أنه فيما استنفد الجيش الأمريكي نفسه في الحرب، عملت الصين على تسليح جيشها في السنوات التي تلت الغزو بوصفه عرضا رائعا للقوة العسكرية. انغمست أمريكا في حملة لبناء الدولة ومكافحة الجماعات المسلحة، وقد وضعت هذه الحملات ضغطا هائلا على الجيش الأمريكي خلال السنوات الست الأولى من الحرب، بحيث انخفض عديد القوات الأمريكية في العراق إلى أقل من 120 ألفا في ظاهرة نادرة، وعملت شاحنات الجيش بمعدل 10 أضعاف بمعدل عملها وقت السلام، واستخدمت دبابة أبرامز 6 أضعاف استخدام مروحية شينوك، وكل ذلك في ظروف صحراوية قاسية أدت إلى أعطال متكررة وتقصير عمر المعدات. الأسوأ من ذلك أن كل ذلك جاء في فترة حاسمة بالنسبة لموقف أمريكا العالمي. في العقد الذي سبق غزوها العراق تضاعف الإنفاق العسكري الصيني 4 مرات تقريبا. دكتور، إن كانت القوة العسكرية الأمريكية ضعفت نتاج غزو العراق وأيضا أفغانستان، سنحاول وبالإذن من برنامج رؤية استشرافية الذي يعرض على الميادين كل سبت، سنحاول أن نسأل يعني وبرؤية استشرافية عن هذه القوة العسكرية الأمريكية، كيف سيكون تأثير حرب أوكرانيا على هذه القوة العسكرية برأيك؟ أعتقد أن أوكرانيا هي الأخرى تحولت إلى ساحة لاستنزاف القدرات العسكرية سواء لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، لأن واشنطن والعواصم الغربية وضعت رهانها على أوكرانيا من أجل استخدامها كرأس حربة في الصراع الدائري مع روسيا. هذه الدول لا تخفي رغبتها في أنها تريد استنزاف قدرات روسيا وضعضعة الاقتصاد الروسي، وبالتالي العمل على هزيمة روسيا ميدانيا ثم الانتقال إلى مرحلة لاحقة لتفكيكها والقضاء على أي نفوذ لها سواء في المناطق المجاورة أو حتى في أوروبا. ولكن ما نراه حاليا هو أن يعني الآية انعكست، وأن الغرب وأمريكا هي التي تعاني الآن من نقص في الذخائر ونقص في الأموال التي تطالب بها أوكرانيا. وإذا قارنا ما بين ما تطالب به كييف من مساعدات مالية وعسكرية وقدرات هذه الدول الغربية على تقديم ما تملك، فنجد أن الهوة كبيرة، لأن يعني المخازن العسكرية للدول الغربية وخاصة الأعضاء في حلف الناتو، العديد منها أعلن أن هذه الذخائر قد نفذت، وإن يعني الأنظار تتجه نحو زيادة الإنفاق العسكري. وكان بالأمس تقرير يقول بأن 7 دول فقط من الأعداء من أعضاء حلف الناتو وافقت على تخصيص 2% يعني من ميزانيتها لدعم الإنتاج العسكري، بينما بقية الدول حتى لم تبدأ هذه المرحلة. فبالتالي نعم، القوات الأمريكية تأثرت، ولقد يعني أظهرت التجربة الأمريكية في أفغانستان عدم قدرة القوات الأمريكية على مجابهة الأخطار، ولكن بالطبع لا يجوز التقليل من يعني أهمية الدور العسكري الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في العالم بالتأكيد. نعم. ختام جولتنا دكتور من يعني شفق التركية، حيث يتفاعل الصراع الانتخابي الرئاسي، وهنا مقال لعمر لاكاسيز بعنوان الأزمة الحقيقية للطاولة السداسية هي القيادة. ينتقد الكاتب المقرب من حزب العدالة والتنمية الطاولة السداسية ويقول إن تأسيسها تم بصورة كاريكاتورية، ويشبهها بأنها سيارة في داخلها 6 سائقين مع 2 من رؤساء البلديات تم وضعهما في صندوق السيارة. رئيس حزب المعارضة الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو الشريك الأكبر في الطاولة والمرشح الرئاسي لها يخضع لسيطرة 2 من رؤساء البلديات بناء على طلب من حزب آخر على الطاولة، وبالرغم من أنهما منتخبان من حزبه هو يفتقر إلى خطة إدارة محددة.
تعزز حقيقة أنه لا يمكن أن يكون قائدا. يريد الانسحاب من سوريا وإنهاء الوجود العسكري في ليبيا وفقا لمطلب الولايات المتحدة، ويريد إيقاف التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط بناء على طلب اليونان. فما الذي يمكن توقعه من شخص يعد بإيقاف استثمارات البنية التحتية والمشاريع الكبرى بما في ذلك قناة إسطنبول وإيقاف تشغيل مطار إسطنبول وفقا لمطلب ألمانيا، ويستمع لمطالب الاتحاد الأوروبي عن PKK، ويخلص الكاتب الذي من الواضح أنه لا يحب المرشح المعارض إلى أن هذه ليست قيادة بل يجب الإشارة إليها بمصطلح آخر معاكس تماما. دكتور وابي، اختصار لضيق الوقت، المعارضة في تركيا يبدو أنها اجتمعت فاختارت مرشحا لم يخوض انتخابات إلا وخسرها، أتحدث عن كليتشدار أوغلو. بأي حال تخوض المعارضة التركية هذه الانتخابات خصوصا مع بروز اسم محمد أنجه؟ أعتقد أن الرئيس أردوغان هو الأكثر قدرة وصاحب أكبر تجربة سياسية في تركيا وحتى على الصعيد الإقليمي، وهناك دول عظمى وأخرى إقليمية تريد لأردوغان أن يستمر في قيادة تركيا، فبالتالي هذا سينعكس سلبا على مزاج المرشحين أو مزاج الناخبين في تركيا، وإن كانت صناديق الاقتراع هي والأوضاع الاقتصادية هي التي ستحسم نتائج هذه الانتخابات، إلا أن ما يتوفر حاليا من معطيات وقراءات للرأي العام لا تشير إلى قدرة المعارضة ربما للفوز بمنصب الرئاسة، فلذلك يعني الأوضاع ستبقى معلقة خلال الشهر والنصف القادمين حتى نرى نتائج الانتخابات، وإن كانت الكثير من الآراء حتى في روسيا تشير إلى أن أردوغان هو صاحب الحظ الأوفر للفوز في هذه الانتخابات، وروسيا بالحقيقة ميالة يعني للتصويت لصالح أردوغان إن كان هذا الطرح مقبولا يعني مجازا. بما أنك تحدثت عن روسيا نذهب مباشرة إلى الحدث هذا اليوم، حيث تختتم أو تختتم القمة الروسية الصينية في موسكو، تختتم كل أعمالها اليوم. القمة شديدة الأهمية في المشهد الدولي وتتجاوز في مفعولها السياسة حدود الاتفاقات الثنائية بين موسكو وبكين، بمعزل عن أهميتها وحجمها الكبيرين على الضفة الأخرى. كانت لافتة الزيارة المفاجئة لرئيس الحكومة الياباني إلى كييف بالتوازي مع تحشيد أطلسي مستمر في المنطقة وآخره إقامة بولندا أول قاعدة أمريكية دائمة على أراضيها. الأسئلة هنا كثيرة عما يحدث. ولكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم، هذه جولة على بعض عناوين الصحف الروسية والصينية يصحبنا فيها الزميل محمد عز الدين. صباح الخير محمد وتفضل. صباح الخير مايا، ونبدأ من صحيفة راسيسكايا جازيتا حيث نقرأ: بوتين يحذر روسيا ستضطر للرد إذا زودت أوكرانيا باليورانيوم المنضب. ومن موسكوفيسكي كوموسميلز نقرأ لكم: الصين تريد السلام في أوكرانيا ولكن بشرط. وإلى كوميرسانت التي نقرأ فيها مقتطفا من مقال نشرته بعنوان بطة بكين، بوتين يقدم لتشي بطة في حساء أوكراني. تقول صحيفة: بوتين يستقبل نظيره الصيني في الكرملين ويجري محادثات تتوافق مع مستوى زيارة الدولة. في الوقت نفسه أصبح تصريح بوتين بأن روسيا على وشك استخدام الأسلحة النووية إذا كانت المملكة المتحدة على وشك توريد قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، هو الشيء الرئيسي تقريبا في نهاية القمة الروسية الصينية. وعلى ما يبدو فإن الغرب قد قرر فعلا محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس بالأقوال بل بالأفعال. لكن وفق الصحيفة دائما لابد من الإشارة إلى أنه إذا حدث كل هذا فسيتعين على روسيا الرد بالشكل المناسب، أي إذا بدأ الغرب الجماعي بالفعل في استخدام أسلحة ذات مكون نووي. ومن الصحف الصينية نقرأ افتتاحية جلوبال تايمز بعنوان اجتماع تشي وبوتين يبعث برسالة مهمة لتعزيز محادثات السلام. فحوى البيان المشترك وكذلك المحادثات المعمقة بين بوتين وتشي
كلها أمور عقلانية ومفيدة لتهدئة الوضع. لقد أصبح ذلك أكثر قيمة في الوقت الذي وصل فيه الصراع الروسي الأوكراني إلى طريق مسدود في ظل الظروف الحالية. فإن أي جهود لتعزيز محادثات السلام وتحسين مناخ المفاوضات في المجتمع الدولي لها أهمية كبيرة ويمكن اعتبارها فضيلة عظيمة. هذا أيضا دلالة مهمة على رحلة الرئيس الصيني من أجل السلام وفق الصحيفة. من الواضح أن جهود السلام الدؤوبة التي تبذلها الصين أسفرت عن نتائج. هذا ثمين جدا، ليس للصين مصالح أنانية لكنها تعطي الأولوية لمصالح المجتمع الدولي بدوافع نقية ومنفتحة. أدت الوساطة الصينية الناجحة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية وزيادة الثقة الدولية في دبلوماسية الصين، وأظهرت القيمة الهائلة لمبادرة الأمن العالمي الصينية. وعلى الرغم من اختلاف قضية أوكرانيا عن القضية السعودية الإيرانية، إلا أنها تتطلب أيضا التمسك برؤية أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، بالإضافة إلى الإصرار على الحوار والتفاوض المتكافئ والعقلاني والعملي. شكرا لك زميل محمد عز الدين على كل هذه العناوين والتفصيل. أيضا مراسل الميادين، أذهب بكل هذه المعطيات دائما إليكم دكتور أديب. ديفيد إغناتيوس في الواشنطن بوست اختصر القمة الروسية الصينية بجملة واحدة وقال: الصين القوية تدعم روسيا الضعيفة. مواقع أخرى مثلا تحدثت عن حقبة جديدة بين الصين وروسيا. أنتم كيف تقرؤون هذه القمة في الشكل والتوقيت؟ هي حقيقة قمة تاريخية بكافة المعايير، وذلك بسبب توقيتها وكذلك النتائج التي تمخضت عنها. يجب أن لا يغيب عن البال أن هذه الزيارة تزامنت عمليا مع قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس بوتين، وكأن الرئيس الصيني الذي لم يلغي زيارته ولم يأتي بالذكر حتى على هذا القرار الذي وصفته موسكو بالمشين، وكأنه وجه لطمة هذه المؤسسة التي بادت ألعوبة في يد الدول الغربية وخاصة واشنطن. ولكن ما لفت الانتباه أنا شخصيا ولم يتوقف عنده الكثيرون هو يعني الكلمة التي افتتح بها الرئيس الصيني مباحثاته مع الرئيس بوتين، والتي يعني سجلت ربما سابقة في تاريخ الدبلوماسية الصينية، عندما أعطى انطباعا ومؤشرا بأن بكين تود أن ترى الرئيس بوتين رئيسا لولاية رئاسية جديدة بعد انتخاب بعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم. وهو خاطب الرئيس بوتين مباشرة وقال له أن الشعب الروسي سيدعمكم في هذه الانتخابات بفضل إنجازاتكم. بالطبع لا يمكن الاتفاق مع طرح الصحيفة الأمريكية بأن الصين القوية تريد أن تقدم الدعم لروسيا الضعيفة. أولا روسيا ليست بالدولة الضعيفة، ولقد أثبتت ميدانيا أنها قادرة على معالجة كافة المشاكل الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية في مواجهة أعتى موجة من العقوبات التي زاد عددها عن حوالي 10,000 عقوبة طالت كافة أوجه الحياة في روسيا. ولكن الشيء الأبرز هو ما قاله الرئيس الصيني من أن العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو لم تعد علاقات تجمع البلدين فقط، بل تحولت إلى نموذج في الحياة الدولية المعاصرة، أي بمعنى أن البلدين سيسيران قدما نحو تحقيق أهدافهما الكبرى، وهي بلورة عالم متعدد القطبية. نعم. الحفاظ استكمالا لهذه الفكرة التي تطرحها اليوم دكتور. نعم، استكمالا لهذه الفكرة، يكثر الحديث اليوم عن أن القمة ليست مجرد لقاء بين زعيمين، بل هي تدشين لعالم جديد. هل ترى في الأمر مبالغة أم أنه فعلا واقعي، وما هي الشواهد؟ أتفق تماما مع هذا الطرح،
وأقول أن الحديث فعلا يدور نحو بداية تشكيل لمنظومة علاقة دولية جديدة تقوم على أساس المبادئ التي يتضمنها ميثاق منظمة الأمم المتحدة وإعادة الدور المركزي لهذه المنظمة الدولية لكي تلعب دورها الحقيقي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وبالطبع فإن الحديث لا يدور حصرا حول روسيا والصين، بل إنما حول المنظومة التي تعمل موسكو وبكين على تشكيلها، والتي يعني لها والتي تشكلت لها بؤرة مكونة من الدول الداخلة في عضوية منظمة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وناهيك عن عدد الدول التي زادت عن 16 دولة باتت راغبة الآن في الانضمام إلى تجمع أبريكس الدولي. وإذا أخذنا بالأرقام فإن الحديث يدور عن ثلثي سكان الكرة الأرضية وأكثر من 50% من الاقتصاد العالمي. هذه المعطيات لابد وأن تشق الطريق نحو بلورة عالم يقوم على التعددية، عالم يعني عالم يعود إلى التمسك بالمبادئ الديمقراطية ويقضي رويدا على الهيمنة الغربية. وبالتالي من هنا تأتي ردود الفعل الأمريكية والغربية التي باتت تلجأ للسلاح من أجل الحفاظ على هيمنتها ومن أجل تقويض دور المؤسسات الدولية التي كانت تلعب دورا إيجابيا في الحياة الدولية، والتي تعمل واشنطن على تطويعها وتحويلها إلى أدوات في الصراع الدائر مع روسيا والصين. ولذلك بالطبع التحولات الدولية لن تكون سهلة، ولكنها تسير يعني قدما وبصورة تدريجية. بالحديث عن ردود الفعل الدولية، واشنطن عبرت صراحة عن انزعاجها من هذه القمة، وعدت وجود الرئيس الصيني في موسكو نوع من غطاء لممارسات روسيا، هكذا قالت. ماذا في جعبة واشنطن من ردود فعل؟ الحقيقة لقد رأينا رد الفعل الأمريكي، والذي يعني عبر عنه الناطق باسم الإدارة الأمريكية كيربي، ويعني بالحقيقة كانت ردود فعل ضعيفة، ويبدو أن واشنطن الرجل قال لا نريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا. نعم، فبالتالي الرئيس الصيني لا يعمل موظفا لدى الإدارة الأمريكية حتى يستمع إلى هذه الإملاءات. الصين لديها خطا ونهجا سياسيا واضحا، وهي تنظر إلى الأمور الدولية بمنظارها وبناء على قناعتها. والرئيس الصيني أعلنها بكل وضوح أن الموقف الصيني غير منحاز وموضوعي، وهو بذلك يخالف الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي. فبالتالي الصين ستعمل قدما على إنجاز تسوية من شأنها أن تنهي النزاع الأمريكي، يعني تسوية تراعي الهواجس والمخاوف الأمنية الروسية، وتأخذ في عين الاعتبار الحقائق الجيوسياسية والجغرافية التي حدثت على الأرض وفي واقع الميدان. يعني أحد ردود الفعل تمثل في زيارة رفع العتب التي قام بها رئيس الوزراء الياباني كيسيدا إلى كييف، وكأنه يريد أن يقول إذا كان الرئيس الصيني موجود في موسكو فهو موجود في كييف. كنت أريد أن أسألك عن الرسائل من وراء هذه الزيارة، وماذا باستطاعة المسؤول الياباني تقديمه لكييف؟ لا يمكن للمسؤول الياباني أن يقدم شيئا كثيرا لأوكرانيا في هذه المرحلة التاريخية. وكما قلت فإن زيارته هي مجرد محاولة لرفع العتب وخلق حالة من التوازن في مواجهة السياسة الصينية، ولكن يعني لم يلاحظ أحدا ولم يعير أحدا اهتماما كبيرا لزيارة رئيس الوزراء الياباني إلى كييف، بعكس يعني الضجيج والهيبة الإعلامية التي نجمت عن زيارة الرئيس الصيني لموسكو والترتيز العالمي
على هذه الزيارة ومتابعة تفاصيلها بكل دقة. فبالتالي هي هذه الزيارة كانت العنوان الأساسي للأحداث العالمية خلال يعني الأيام الثلاثة الماضية، لا سيما وأن الوثائق الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة فتحت آفاقا جديدة لتطوير التعاون الثنائي هذا التعاون الذي سينعكس إيجابيا على مجمل العلاقات الدولية، وإن لم يكن على المدى يعني المنظور وعلى المدى البعيد سيكون له تداعيات هامة وستساهم في ربما في تنقية الأوضاع الدولية وإقناع ربما التأثير على مواقف الدول الغربية لتخفيف حدة ردود فعلها في مواجهة يعني النفوذ الروسي الصيني المشترك. إذا تحدثنا دكتور عن خيارات واشنطن إلى حد ما، ولكن ماذا عن أوروبا التي خسرت مرتبتها كأكبر شريك تجاري تقليدي لروسيا والآن تراقب وترى هذا التعاون طويل الأمد بين بكين وموسكو باختصار لو سمحت؟ يعني أوروبا بالحقيقة عانت الكثير من وراء يعني سيرها يعني في مسار السياسة الأمريكية، وهي الآن تتحمل تبعات هذا الموقف. يكفي أن نقول أن أوروبا باتت تشتري الغاز بأسعار أكبر 4 أضعاف من الغاز الروسي، وهذا يثقل ميزانية هذه الدول الأوروبية. أوروبا لا يمكن أن تستغني وليس لها قدرة أن تستغني عن العلاقات والروابط الاقتصادية والتجارية مع الصين، ولذلك هي الآن يعني تقف مكتوفة الأيدي تحاول مراقبة ما ستنجم عنه العلاقات الروسية الصينية وانعكاس ذلك على القارة الأوروبية. نذهب الآن مباشرة إلى جديد اليوم. في جديد اليوم، أفاد مراسل الميادين في اليمن بمقتل 10 جنود من قوات المجلس الرئاسي اليمني في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية جنوب مأرب. وبحسب المصادر تدور منذ أيام مواجهات في جبهة مديرية خريب في مأرب بعد هجوم لقوات المجلس الرئاسي تمكنت قوات الجيش واللجان من صده قبل شن هجوم مضاد والسيطرة على عدد من المواقع في مديرية حريب. نتابع بالحبر الجديد ولكن بعد الفاصل. من جديد أهلا ومرحبا بكم. ننتقل مشاهدينا إلى جولة على أبرز موضوعات الميادين نت بلغاتها المتعددة. البداية دائما مع الميادين باللغة العربية، وهنا مقال لزياد غصن بعنوان خسائر زلزال سوريا أوجاع المتضررين في بازار سياسي. يخلص فيه الكاتب إلى أن اجتماع الدول المانحة في بروكسل والمخصص لجمع التبرعات لتمويل عمليات المساعدة والإغاثة للسوريين المتضررين من كارثة الزلزال لا يكون أكثر من حدث إعلامي. ومن الثقافة نقرأ تحقيقا لحسن المقداد بعنوان عن يوسف الخال جدران وحرية وولادات متكررة. ومن الرياضة هذا الخبر المهم، حاكم بالي الإندونيسية يطالب بمنع دخول منتخب الاحتلال الإسرائيلي إلى إندونيسيا. هذا ما جاء في الميادين باللغة العربية. ننتقل إلى الميادين باللغة الإنجليزية. هذا مقال للكاتب الصيني دينغ هينغ حول التعاون الروسي الصيني، يقول فيه العلاقة الوثيقة بين الصين وروسيا على عكس التصور الغربي لا تعني أن الصين تدعم روسيا في حرب أوكرانيا أو أن بكين وموسكو تشكلان تحالفا مناهضا للغرب يهدف إلى تحدي النظام الدولي. بدلا من ذلك فإنه يخلق مزيدا من الاستقرار في المجتمع الدولي، وهذا ما أشار إليه ضيفنا دكتور أديب قبل قليل. في صفحة بالصور نتابع كيف أثار وزير المالية الإسرائيلي اليمني المتطرف سموتريتش الغضب مرة أخرى بقوله لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني. إليكم كيف يثبت التاريخ عكس مقولة سموتريتش. ومن الفيديوهات نشاهد بريطانيا تشهد إضرابات جديدة، موظفون في 150 جامعة يطالبون بتحسين الأجور. نتابع.
إلى جولة على منصات التواصل الاجتماعي الآن ضمن فقرة الميادين أونلاين، يرافقنا فيها الزميل من الميادين نت حسن عطية. إليك حسن. تحياتي لك مايا ولجميع المشاهدين. البداية اليوم من التظاهرات في فرنسا التي ما زالت مستمرة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات للشرطة وهي تعتدي على المتظاهرين انتشرت بشكل كبير وواسع، وأعداد المشاهدات طبعا مئات الآلاف من المشاهدات لهذه الفيديوهات ولطريقة اعتداء الشرطة الفرنسية على المحتجين والمتظاهرين كما يظهر في الشاشة. طبعا هنا أحدهم يقول لماذا يقوم الإعلام الغربي بالتعتيم على هذه الفيديوهات ولا يقوم ببثها ونشرها. أيضا في هذه التظاهرات في إحدى مخازن النفط والوقود كان هناك تظاهرات للعمال، ولكن الشرطة اكتفت برمي الغاز المسيل للدموع عليهم، إنما لم تقوم بالتدخل عليهم بعنف أو تضربهم لأن عددهم كان كبيرا جدا وكانوا في حالة كبيرة من الغضب. ننتقل إلى الرئيس المكسيكي الذي تحدث عن الولايات المتحدة ووجه كلام خطير للرئيس بايدن إذ اتهمه بتفجير خط نورد ستريم. أيضا قال له أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث عن الحرية فيما زالت تحتجز جوليان أسانج. هذا ما قاله الرئيس أندرياس مانويل لوبيس. طبعا انتشر الفيديو أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. هنا أحد المغردين الألمانيين يقول هكذا يكون الحكام في وجه أمريكا، وقام بمنشن لأولاف شولز. طبعا ننتقل هنا كما يظهر في الشاشة مجموعة من التغريدات حول الموضوع نفسه. تحدثتم عن حاكم بالي الذي رفض أن يلعب منتخب الاحتلال في كأس العالم الشباب التي ستلعب في اندونيسيا في أيار مايو المقبل. طبعا هذا الموضوع لاقى رواجا من الاندونيسيين في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن تصريحاته جاءت بعد يوم من التظاهرات التي شهدتها جاكرتا. طبعا في هذه التظاهرات كما يظهر في الشاشة أحرق العلم الإسرائيلي رفضا للعب منتخب الاحتلال في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التي تنظمها اندونيسيا. أيضا هذه الصور تظهر حالة الغضب من هذا الأمر في اندونيسيا. ننتقل إلى وزير مالية الاحتلال. طبعا تحدثتم أن هناك غضب حول تصريحاتي، وهذا أيضا انعكس في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا مجموعة كبيرة من التغريدات حول هذا الموضوع وانتقاد خطابي الذي قال لا وجود للفلسطينيين. أيضا كان هناك توقف عند الخريطة التي وضعت على المنبر، وهي التي لا تضم فقط الخريطة الفلسطينية إنما جمع معها الخريطة الأردنية كما يظهر في الصورة في الشاشة. ننتقل إلى زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى منتخب السويد، لكن أحد الصحفيين قرر أن يسأله عن كأس العالم في قطر، فقال له إبراهيموفيتش بأن كل شيء كان 10 على 10. هل هذا ما أردت أن تسمعه أو تريد أن تسمع كلاما آخر؟ حتى أنه قال إن قطر لم يوجد فيها جريمة ولا قتل على عكس بلدي السويد. ننتقل إلى هذا المشهد ونبقى في كرة القدم. هذا المشهد من الأرجنتين. ليونيل ميسي بطل العالم قرر أن يذهب للعشاء في إحدى المطاعم، فهكذا كان المشهد وهكذا كانت الجماهير، حتى أن ميسي خرج من المطعم بمرافقة الشرطة وهو يبتسم على طول الطريق لإخراجه. وأخيرا بهذا الفيديو نتذكر رد فعل الزميل أيهم بني مرجع عندما وقع الزلزال. هذا المذيع الأخبار في باكستان كان هادئا أيضا، كان ثابتا أيضا أثناء بثه قوله وحديثه في نشرة الأخبار، وهكذا أذاع لحظة الزلزال في باكستان. نعم حسن، يعني لم أتوقع منك أن تغيب خبر مبابي قائدا لمنتخب فرنسا. أشكرك حسن عطية على هذه الجولة. الشكر لك الخبير في الشؤون الروسية دكتور أديب السيد. نحن قرأنا ما جاء في عناوين الصحف والمواقع، وأنتم قرأتم ما جاء بين السطور. بالحبر الجديد انتهى، إلى اللقاء.